السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. اليوم راح نحكي على رد جمال بالماضي، الموضوع كريم بنزيما. لدينا خط هجوم يضم بونجاح، سليماني، وديلور، وسوداني، وأنا سعيد جدا للاعبين الذين أمتلكهم. بون، جمال بالماضي ما عندناش شك فيه، جمال بالماضي ما عندناش شك فيه. بون، هذا السوجي تاع اليوم ريبوندا على كريم بنزيما. او ميم طون ريبوندا على رياض محرز اللي راح خلى بلاصتو فراغ. رياض محرز اللي خلى بلاصتو فراغ راه ريبوندا له بالماضي، وبين باللي مازالو عندنا نيوار كيما بونجاح، سليماني، وراه مع هادي دار سوداني عندنا. الله يبارك، حنا ليكيب تاعنا راهي كيما نقولو ما يخصها والو، الحمد لله. فوالا بو لو مومون، ان شاء الله كيما نقولو نتفائلو بربي، ان شاء الله نربحو، ماذا بينا ان شاء الله لا فيكتوار، ونربحو ان شاء الله بوسطوانا يوم الاثنين ان شاء الله على الثامنة مساء، او كما نقولوا الثامنة ليلا، وان شاء الله نربحهم بربي ان شاء الله. ونتمنى المنتخب الوطني يفوز لنا ان شاء الله على الخصم ان شاء الله. وانتم ما تهلاونا في زابوني، ما تنساوناش لي زابوني، نساو الناس ابوني، وفعلوا لنا جدي مات الجرس هكا باش يلحقوا مرة جديد ان شاء الله. وبيب لاجيري 1 2 3، بيب لاجيري، وديروا لنا لي جام خوتي، ما تنساو الناس لي جام لي جام لي جام لي جام، لايكات، كثروا لنا من لايكات. وش راح نقول لكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.